بالنسبه للمورسو ديال سافا بالي جمعنا مع الاخ يونس اشكين ويونس، عمل اللي كان تلقائي، وحنا بحكم ان احنا اصدقاء من شحال هادي ولاد مدينه واحده هي مدينه مكناس، عمل جا تلقائيا، كاين صداقه، كاين فيلينغ اللي هو انساني، من بعد ترجم بواحد الاحساس اللي هو فني، والحمد لله حد الان النتيجه عاجبه الناس وعاجبنا احنا، ومفتخرين بالعمل والصداقه اللي جمعنا والحمد لله. انا شخصيا بما ان دابا تيقولوا حنايا لونسيان جينيراسيون، حيت دابا حنا لونسيان جينيراسيون وتيقولوا حنا قدامينا وكذا، المهم حنا حضرنا على البدايات وعلى هادشي كيفاش كبر وكيفاش غادي، والحمد لله مازال مواكبين حتى الان. الكلاش كاين، هو جزء لا يجزأ من الراب ومن ستاد الراب، غير هو خصو يكون بطريقه تقنيه وموسيقيه وما يكونش كيمس بالحرمه ولا بالعائلات ولا يكون فيه خسر الهضره. مع الاسف كنتمنى ان الدراري يهديهم الله ويخدموا مواضيع يكونوا هادفه ويمشيوا كاين بزاف ما يتقال بزاف ما يستريطا، دونك يعطيني نعطيك وعد فيا نعد فيك. انا بالنسبه لي كنشوفها بالله ما مساله غير صحيه بالنسبه للراب والسمعه ديالو، من بعد لا كانت مسائل شخصيه الله يهدي ما خلق وصل. انا كنعرف توفيق البيغ شخصيا، كنعرفوه انه دري معقول، الدراري كنعرفهم كاملين صراحه الله، من بعد شنو وقع بيناتهم وشنو كاين في وسط الكوكوط انا ما عارفش. نتمنى انا ربي يرطب القلوب، حيت هما صحاب على باز، وانا هذا الشيء ما كيعجبنيش، فهمتيني؟ نكون صاحبك اليوم راني صاحبك غدا وصاحبك سال ديما، يعني واخا تكون الشاده والحاده. دونك شي تيقول هذا الشيء مزيان للموفمون، شي تيقول هذا الشيء خايب للموفمون، شي عاجبو الحال شي كيلوح الزيت على العافيه باش ينوضها ويتفرج، انا ما فيها ما نتفرج فيهم حيت هما صحابي كاملين. بالنسبه للجروب اش كاين، قضيه لي ديو ماشي شي حاجه اللي هي محسوبه ولا مدروسه ولا كتمشي باستراتيجي، هو احساس كما قلت لك سام فيلينغ اوما، اذا كان واحد الكورون دايز بينا وبين واحد الفنان تلاقينا ولقينا راسنا انسانيا مطابقين والضحك والنشاط وعندنا افكار مطابقه، داكشي كي 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 كيترجم فنيا تلقائيا بلا ما شي حاجه نعزلوا هذا ولا هذا ولا هذا ما كاين. دونك نتمنى المره الجايه يكون شي لقاء زوين مع شي فنان اخر اللي جينا على خاطرنا ونديروا ديو ان شاء الله، هادشي اللي كاين. بالنسبه لاش كاين، ديما الجديد وديما الجديد، دونك خدامين في مورسو جديد ان شاء الله، غادي يكون 100% اش كاين، هذه المره ما يكونش ديو، غادي يكون مع المتالق والفنان بيلا افريكانو في البرودكسيون، ودابا هو عباره عن بروجي وفكره، مي قريب ان شاء الله يكون على وجه الواقع ويكون شي حاجه زوينه ان شاء الله. بالنسبه للناس كاع اللي كيشجعوا اش كاين، غنقول لكم بلا بكم ما كاين والو، ديما تنقولها لكم نتوما السند الاول والوحيد ديالنا، بديتوا معنا من الزيرو حتى لدابا والله يكمل عليكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.